شكرا عزيزتي دكتورة ميري. الشكر موصول للدكتورة شيرين رئيسة المؤتمر، التشير بيرسونز، زملائي الأعزاء السبيكرز. أنا هتكلم عن نيوتريشنال أسسمنت، وحطيت لها حتة قابلتني وللأسف يعني قابلتني أكتر من مرة. العكس بقى، I want to be obese. A trend among skinny teenagers. إيه اللي بيحصل؟ هنشوف. بتجيلي الأم ومعاها skinny teenager وبتقول I want her to be obese. ده عكس اللي احنا متوقعينه، I want to lose weight. وللأسف الشديد أنا شفت حالات بتروح لدكاترة بتاخد chronic steroid use for few months to be obese. So if you face something like this, what are you going to do? هنعملها في algorithm. أول حاجة، a nutritional assessment in adolescents include nutritional history and history of physical activity and finally history of the present or past illness. وده مهم جدا. بعد النيوتريشنال، بعد الهيستوري تيكينج، you are going to do an adolescent pubertal assessment. And this is very important. Is there delayed puberty or no? By the way, الادوليسنس ده ممكن يوصل معاك ل 16 سنة. طيب، anthropometric measures is very important، وهنتكلم عن ده. Finally, your clinical assessment to the teenager as a general. Biochemical assessments, and these are few. By the way, nutritional assessment rely on history and clinical examination mainly. Finally, in some researches or in some centers, body composition assessment by body composition analyzer. This is not a major or an important tool for nutritional assessment. Nutritional history divided to three: 24-hour recall, better than it 3 to 7 day recall, and finally food frequency questionnaire. خليني أقول، طب أنا قاعد في العيادة بسرعة ممكن أخد فكرة إزاي؟ هاخد فكرة عن أول حاجة بعرض للتين إيجر الفود بيراميد ده، وده حقيقي. بقول لها أو بقول له علمني إيه الفود جروبز اللي حضرتك بتاخدها من الفود بيراميد ده. تعالوا بس شوفوا البيز بتاعت الفود بيراميد إيه؟ إكسرسايز. تاني حاجة واللي بننساها تماماً، وخلقنا وجعلنا من الماء كل شيء حي، المية، الانتيك اوف ووتر اند فلويدز، وبعد كده بيبتدي يتدرج في الفود جروبس اللي انتوا عارفينها، الفيجيتابلز، الفروتس، الليجمز، النشويات، الكربوهيدرات، البروتينز، وفاينالي في الاخر بقى حاطين الحاجات اللي العيال ادوليسنتس فعلا بياخدوها كتير زي البرجر وزي السويتس. طيب، 24 اور ريكول، انا بس بقول لها طب قولي لي اكلتي ايه او اكلت ايه امبارح، اديني فكره اكلت ايه الصبح والظهر وبالليل، والفود كان ايه الكومبوننتس والاماونت، عشان تعرف بس فكره بسيطه، ده مش هياخد مننا وقت. طيب، بعد ما اخدت نيوتريشنال هيستوري لازم اسال على الفيزيكال اكتيفيتي اسسمنت، which includes حاجات نسال عليها في المدرسه بيعمل ايه في التايم بريك، طب بعد المدرسه في السبير تايم بيعمل ايه، قاعدين على موبايلات و ولا احنا بنعمل حاجه افتر سكول فيزيكال اكتيفيتي، وفي الويك اندز بنعمل ايه. وهنا مهم ان احنا نقابل برضو بعض التين ايجرز اللي بيبقوا انفولفد في السبورتس، ودي حاجه تانية، وبيبقوا محتاجين انف كالوريز، بالذات ان هم بياخدوا اكسترا فيزيكال اكتيفيتي. تعالوا نقسم الفيزيكال اكتيفيتي الهرم مقلوب. زيرو افويد ووكينج، ما بيمشاش خالص ولا بيعمل اي فيزيكال. واحد ووكس فور بليجر، احنا يا دوبك هنحصل زيرو او واحد.
تعالوا شوفوا اتنين بقى، 10 to 60 minutes per week، 10 دقايق مشي مشي، والمشي دوت بيسموه زي مشي العسكري الرياضي الصبح. تلاتة اديله سكور لما يبقى over 1 hour per week. 4 run، بدأ بقى مش مشي، بيجري less than 1 mile per week. 5 بياخد لغاية 5 miles per week. Then 6 من 5 to 10، وأخيرا involved in running more than 10 miles يبقى بياخد score 7. وده مهم عشان أعرف هو هيحتاج. بتجيلنا بنات سكيني فعلا بتعمل swimming ممكن بطولات، وبتدخل في 3 ساعات تدريب يوميا، منها رانينج ومنها بتقول تمرين ان على بال ما تدخل في السباحه، وبعد كده بتدخل في تمرين السباحه، تبقى اراوند 3 اورز بير داي عشان توصل لبطوله. فده مهم ان انا اعرف، او العكس عشان الاوبستي. طيب ده انا هسال سؤال لقيته على النت وانا بدور في المحاضره، تفتكروا النيوتريشن كير سبورت اند تريتمنت فور ادوليسنتس اند ادلتس، عاملين التريننج بوكلت ده لمين؟ في انهي بلده في العالم؟ يو ايماجين كده، حد يقول لي؟ هتفتكروها ان فيري سيفيلايزد كونتري. نو، في ملاوي. في ملاوي قريه يعني بلد افريقيه صغننه كده، عاملين فيري جود بوكلت هاو تو اسس نيوتريشنالي. اتمنى في مصر نعمل حاجه واحنا عندنا نيوتريشنست هايلين نعمل جايد لاينز في الموضوع ده. طيب هم بيقولوا طبعا الويت، ومش هنقول الكلام ده يعني انتوا عارفينه، الهايت اسسمنت، اند ذن اسسمنت اوف كلاسيفيكيشن اوف مالنيوتريشن، ان انا احسب البي ام اي فور ايج باي زي سكور. ما بنستخدمش بي ام اي عاديه بتاعه الادلتس، وهي لو احمر سيفير اندر نيوتريشن ليس ذان ماينس 3، فروم 3 تو ماينس 2 ذيس از مودريت underweight، and من minus 2 to plus ده الأخضر ده النورمال، and finally we are obese if we are more than 2. ال BMI بتاعي زي سكور بتاعي. أوكي، عملوا حاجة ودي جديدة اللي أنا عرفتها، يعني لازم معلومة جديدة بالنسبة لي، إنه عملوا a classification لل mid upper arm circumference. طب إحنا ممكن نستغنى عن البيت بالميد أبر أرم سيركمفرنس عن الويت in which cases في الأدوليسنس؟ في حالات لو كان أدوليسنس 17-16 سنة and she is pregnant you cannot assess nutrition state بالويت. تمام؟ طيب عملوها ادوا ايه بقى؟ ادوا ان سيفير أندر ويت لو كانت الميد أرم سيركمفرنس أقل من 18.5 سنتيمتر، و مودريت لو من 18.5 ل 21.9، 22 فما فوق يو ار نورمال. وده حطوها وممكن نقابل ده، ممكن نقابله. يس. كمان عملوا حاجه جديده، انه قالوا البرسنتج اوف ويت لوس لو بيجيلك ده كل 3 شهور، شوف البريفيوس ويت ايه ماينس الكرنت ويت على البريفيوس ويت في 100. لو لقينا البرسنتج شي لاست من 5 to 10% from the weight, so this is moderately undernourished. لو more than 10% ما بين الـ follow-up visits, this is severe malnutrition. بالذات لو not intentionally، يعني هي مش قصدة تعمل دايت أو مش obese وبنعمل دايت. أوكي، ده الـ classification. أخضر، أنا هقول بس الأخضر، إن الـ adolescents لو أنا لقيت الـ Z-score من minus 2 to plus 1 so I am normal. لو أنا لقيت إنه في الـ pregnant ما بنستخدمش، ما نستخدمش weight، بنستخدم الـ mid upper arm circumference. طب الـ severely undernourished حطوا لها classification. Number one for BMI less than minus 3, mid upper arm circumference less than 18.5, and unintentional weight loss for more than 10%. Finally, the presence of bilateral beating edema, not uterine cases. Okay? طيب. Body composition زي ما قلت لكم ده بيتعمل في بعض السنترز بس أو في ريسيرشز. It's not
A tool. Finally, the clinical assessment should be done. Anemia. لازم look for anemia for any vitamin deficiency and for protein deficiency. Is she cachectic or she is losing weight? The muscles بتاعتها أخبارها إيه؟ Biochemical. Only you withdraw for blood. CBC, serum iron, serum ferritin, total iron bind capacity, and this is very important for the incidence and prevalence of iron deficiency anemia. وفي الفيميلز مور كومن عشان بنلاقي مينوراجيا، فده مهم جدا ان احنا نعمل ده. يورين اناليسيز اند كلتشر. يو تي اي انفكشن از ان امبورتنت كوز فور بور ابيتايت ان فيميلز ادوليسنتس اور يونج وات ايفر. And finally, the stool analysis for any parasitic infestations. And we complete the biochemical assessment by assessment of fat-soluble vitamins. هحط هنا أن vitamin D could be mandatory to be assessed. خلاص؟ لأنه ساعات بنلاقي very low. بنلاقي أرقام مخيفة. طيب، بالذات لو أنت suspecting others, if you suspect like vitamin E, A, or vitamin K. And then, folate and vitamin B12 assessment if we have neuropathy with megaloblastic anemia. In case of obesity, you should assess for blood pressure. في hypertension مع obesity, في diabetes مع obesity of adolescent females. Fasting blood sugar and not random blood sugar. Insulin resistance and hemoglobin A1C. والهوما ratio is very important لأن احنا بندي treatment عليها. Lipid profile for hyperlipidemia associated with obesity, yes. Hyperlipidemia ممكن تبقى considerable. And if we found that the low density lipoproteins is more than 160, you should go for treatment. You cannot, يعني lifestyle modification usually cannot do anything. Do not forget, finally, assessment of puberty, assessment of psychological status. لأن بيجي لنا teenagers, الأم هي اللي مديالها أو عاملين لها bullying that she is too skinny and she is not. Her BMI is good. Thank you very much and I am very thankful.